مشاهدينا ومتابعين قناة هيبا بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حتى احنا ولادهم. ضيف حلقة اليوم هو السي محجوب اللي بسبب ظروف شخصية قاهرة غادي يوجد نفسه أحد نزلاء دار المسنين بمدينة بني ملال. السي محجوب فتحنا قلبه وحكى لنا القصة ديالو، بغيتو تعرفوا مزيد من التفاصيل عليها نخليكم تشاهدوا الحلقة. اسمي ديال المحجوب، جبتني القدرة لهنا الله يعاون. ونهار اللي جيت عيان وسميتو وداوني من السبيطار، زعما قابلوني في السبيطار ولا هنايا، قطعوا لي رجلي لهنا، داووني وأنا جالس، وواكلوا شر ما خصنا حتى شي حاجة، الحمد لله. وهادي هي المهنة ديالي، هادي هي المهنة ديالي، 3 سنين اللي جلست هنا، واحد النهار تما خطات عليا الدم. أنا غير الزبالة كيخوي فيه الزبل، عيد لهم عيد لهم عيد كنضر معهم حتى عيدنا من هنا وبنت الدنيا باينة. مشيت أنا جبت اللوبيا غرستها الرجمان 15 فرجمان كان حيدو في الجلبانة، والشهر ديال شعبان ونهار رمضان 3 أيام في رمضان تقاضت حكيتها. إذا تلك عرار متماك غادي نبيع هذاك الشيء غادي نكمل الكل بالحسن، غادي نجمع هذاك الشيء غادي يجي يشوفون الموتور نبيعه ليك، هذاك الشيء اللي شدي نعطيها اليوم، يشري به الكوش ولا يشري به الدواء. الحمد لله خلوني الوالدين خلوني يلا عندي 12 عام مات الوالد وخلاني، والوالدة مزوجة، الوالد خلا الغنم خلا البقر خلا المعيز خلا من أي حاجة، قضت تزوجات الآخر ولد عمتي هو غير دخل هما كيدركوني بالعطاء. حتى الضعف انا خرب صار بينا خف صار بين مليت الدنيا ولا ما فيها وخليتهم، خليت لا البقر لا المعيز لا الغنم لا البلاد لا كل شيء خليتهم. هذاك الشيء جا ليا من الوالده، هذاك بالحال تبارك الله راجل بالحال برا، وصدقت بزوجه بنت بن عمتي هما دايرين هذاك الشيء ها نحاول طيب انا هذا اقعد دير العيون الصحراء وجدار سميتو حتى جبتني القدا لهنا. دابا كنتفكر غير بهذاك الشيء وكنبغي نتفرقع، كنت حتى عيط قلت لي اخ لا ما قلت لي وخليتها تلين برات تلين فيا الوالدة تلين الوالدة غير ما فيا ما فيكم، لأن أنا خارج عمر ما تشوفني. مشاهدينا اذا الى هنا كتنتهي حلقه ديال اليوم، ما علينا غير نضرب لكم وعي جديد حلقه جديده، الى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.